في قرار اتخذناه اليوم في هذه الصبيحه هذه، اذا راح ان شاء الله تسمعوا وتشوفوا باللي راح نقوم بغلق فضات كبيره هذو لي بازار هذو. ما دام انا لاحظتهم شخصيا انه ما كانش في احترام. هذه الفضاءات هذه تحتوي على مئات من المتاجر، يعني هي غير قانونيه، يعني اصلا غير قانونيه، وجاء مع الجائحه هذه راح يكون فيه يتكاثر فيه الفيروس. اذا انا مجبر 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 باش نغلق هذه الفضاءات هذه اللي راهي راح تسبب لنا في كوارث يعني منا على هذه الايام الجايه هذه. اذا القرار اتخذناه اليوم على صبيحه اليوم راح يكون فيه غلق الفضاءات هذه، وهذه الفضاءات اللي راهي موجوده على مستوى خاصه بلد تاعنا وبلد البني. اذا راح نكون بالمرصاد ما دام يعني المواطنين هذول لم يحترموا هذا التجار، يعني التجار لم يحترموا قواعد يعني التباعد وقواعد النظافه الى اخره. اذا نحن مجبرين لاخذ مثل القرارات، وراح سوف ناخذ قرارات اخرى اللي في صالح المواطنين، في صالح المواطنين اليوم ملتزمين راهم في منازلهم، راهم يخرجوا غير للضروره. اذا ماشي يعني واحد يعني متهور اللي راح يعني يخلي مواطنين تاع حي كامل ولا بلدية كامل يعني عرضة لهذا الجائحة هذه، وما ما ينجر عنها يعني من عواقب يعني سلبية، من خسائر يعني مالية وجهد يعني تاع الأطقم الطبية.